شفت ضحكة صيد القبيلة تجلب وتقيت فول وهلة وحدة قاعدة صيد القبيلة عنده ضحكة تفعل قلة منها ضحكة وشكلة طبعا عليها متمشكلة لم يعد النزاع على الصحراء المغربية مجرد قضية جيوسياسية بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو الانفصالية، بل تحول إلى قضية رأي عام عربي ودولي حول انتهاكات حقوق الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر منذ العام 1975، حيث تفرض قيادة جبهة البوليساريو حصاراً صارماً على حرية الرأي والتعبير والتنقل والسفر داخل المخيمات، وتمارس شتى أنواع التعذيب داخل سجونها مع وجود اعتقالات تعسفية ومحاكمات صورية لكل من يخالف تعليمات القيادة. لم يكن سهلاً فتح ملف التعذيب بحق النساء والرجال في سجون البوليساريو، ولم يكن سهلاً إثارة قضية الترحيل القسري للأطفال الصحراويين من تندوف إلى كوبا وسلخهم عن عائلاتهم لمنع ذويهم من العودة إلى المغرب خوفاً من أن يفقدوا الاتصال بأولادهم. كل ذلك لم يكن سهلاً بسبب منع قيادة البوليساريو وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية من دخول المخيمات ورصد الأوضاع المعيشية للسكان فيها، لكن مجموعات كبيرة من العائدين من المخيمات إلى ربوع أرض المغرب يسردون قصصاً لا تنتهي عن أشكال التعذيب النفسي والجسدي الذي تعرضوا له، والتهمة واحدة: مخالفة رأي قيادة البوليساريو. اسمي نالين السعداني، ولدت في داخلة في الأقاليم الجنوبية في المغرب. في ذاك الوقت أنا على كل حال ولدت من الخنراسيون من جيل اللي وراء 1975. أنا ولدت 1976 من 25 شهر 12. على كل حال في هذاك الوقت كانت الناس كاملة الآن خرج الكولونيزم الإسبانيون، والأب ديالي أمي كانوا الناس اللي كانوا معاهم في ذاك الوقت. ذاك الطرح اللي دخل الأورغانيزاسيون اللي كانت تعبي الناس بالبوليزاريو يعني خاصهم الثورة خاصهم يمرقوا الكولونيزم الإسبانيون، وبدات القصة ديالي من فهم. هذاك الوقت كان قمة الثورة وقمة كل المسائل هم طروح البوليزاريو. وعلى كل حال في بدات قصة، لأني أنا كيف قلت البوليزاريو من 1975 من بدايته من لا بروكلاماسيون بدأ بالتعذيب، وبدأ بالناس بدأت تصفية حسابات، لأنه بدأ بصنع مجتمع. كيف قاوهم مجتمع صحراوي على المانيرا اللي قاوهم يمحوا هذيك العادات وهذيك الطقوس ديالنا نحن كمجتمع صحراوي مغربي، الناس من العائلات اللي كانت محترمة المثقفين، الناس اللي كانت عندها قراية، بقاو هما كلهم ولا الناس اللي تقدر يوما ما تعود عندها ضغط عليهم بأفكارهم ولا بطروحهم، بداو يحبسوها وبداو يتعذبوا. أول حد في تاريخ المعذب أمام المجتمع الصحراوي هو الأب ديالي. لما لاحظنا نحن كصحراويين ذهبنا من جامعات المغرب ومن ثانويات المغرب من أجل تحرير الصحراء، وتبنتنا ليبيا القذافي التي كانت لا تؤمن بالانفصال آنذاك أكثر مما كانت تؤمن بالوحدة العربية، لذلك تبنتنا كحركة معارضة مغربية اعتمدها القذافي لتساعد في إطاحة النظام الملكي داخل المغرب من أجل قيام الجمهورية وما الدولة العربية من المحيطين إلى الخليج. من الله من الكذب
والمعاناة من المرض من الإحباس من الضغط، هذه المسائل كامل المراحل هذه ردهم عليه كاملين. مرحلة الأولى اللي انطلقنا فيها، انطلقت أنا يوم 12 في شهر 8/75 في الجبل، حتى سلول اللي طرفت على راسي في الجبل. شرجعوا ذاك الخلق، العيالات رجالة كهولة كبار كهلات الشباب تركة صغار كل شيء مشى، وبنا احنا صحراويين وعندنا الحق في تقرير المصير فورا مارويكو فورا اسبانيا فورا موريتان. الاعتقالات والتعذيب كان كل ما يمكن ان يتصوره الانسان من شيء يقع في العالم تعتمده المخابرات العسكريه وما الى ذلك، ويقع الكهرباء والتعذيب النفسي وما الى ذلك، اضافه الى التعذيب البدائي اللي كانت تعتمده البوليزاريو مستفيده من عاملي شده الحراره في الصيف لانها تصل 50 درجه فوق 50 درجه في الظل، وشده البروده انخفاض درجه الحراره الى درجه الى درجه التجمد خلال الشتاء. فاذا الوضعيه داخل المخيمات هي وضعيه تعيش على التسول البوليساريو، تذهب بالمعاناه، تسمكم معاناه الصحراويين، تسمكم معاناه الاطفال، تذهب بهم في الصيف للتودد لجبر خواطر عائلات اوروبيه حرمت من الاطفال لكي تعطيه دمية لمده شهرين وثلاثه، تجني من وراء ذلك عاطفته ويصبح ذلك تلك العائله تصبح مرتبطه بذلك الطفل اينما ذهب في الصيف معها وفي الشتاء والسنوات الاخرى والفصول الاخرى فهي تغذيه وتموله وتمول عائلته. فان الشعب فرضت عليه القياده في الميزان ان يصبح متسولا. هذوك الاشخاص مثل حاجه اللي هن اول مره يشوفوا الضوء واول مره واستقبلونا بواحد طارطه كبيره، وهذيك اول مره في حياتي نشوف طارطه. نحن كنا مثل حاجه جايين من مخيمات تندوف من وضعيه تعرفي وكيف تشوم العالم ومواطنين، كانت ظروف قاسيه وبشوي تستحق ساعات باش يشرح لك كل شيء بديتاي. انا كنت كل نهار نطلب من عبد الله خير نشوف ولي ولو لي مره واحده تعرفي، ما كانت اي اتصال اي شيء ولا اي شيء تعطيك ديمونستراسيون على عائلتك مازالت حيه. في هذاك الوقت انا عدلت واحد العهد عني نادمت فيا كل مجهود انا اللي نفضح البوليزاريو ولهي دافع عن قضيه ماشي عن قضيتي، عن قضيه الالاف من الصحراويين والالاف من الناس اللي قتلت معاهم وعذبت. هذو الناس ضيعونا وضيعوا رؤوسهم وضيعوا اولادهم وضيعوا عائلاتهم وما هم شيء، منافقين كذابين داشي الكون لا يصلح لهم. وهذا السبب الموزون نادي والملك ناوشاب وهي.